بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نكمل باقي سلسلة الفلاسفة من كتاب قصة الفلاسفة والديوران. إحنا خلصنا سقراط الحلقة اللي طافت، وحلقة اليوم إن شاء الله راح تكون حبيب الشعب أفلاطون، حبيب نادي رؤية، أو بلاتو بالإنجليزي. أفلاطون نشأ في جو مريح، كان ثري من أسرة ثرية، شاب ود حليوة كذي، ويفوز بمسابقات الرياضية، فاز مرتين. سموه أفلاطون بسبب عرض كتفيه، هي كلمة لاتينية بمعنى عريض الأكتاف. كل هذه الظروف كانت اللي تحيط أفلاطون، ولكن روح أفلاطون الداهية وجدت متعة وبهجة في لعبة سقراط اللي هي المنطقية الجدلية. وجدت لذة في رؤية الناس وهم يتساقطون تحت يد سقراط، وهو يدحض البراهين والاعتقادات ويخترق الفرضيات بأسئلته الحادة. عجبت السالفة، هد كل شيء وجابه للفلسفة. كان تلميذ سقراط ونقل لنا محاورات، ومعظم مثل ما قلنا الكتب اللي موجودة الحين عن سقراط، لأن سقراط نفسه ما كتب شيء، معظمها كانت من أفلاطون. عنده جملة شهيرة يقول فيها، لهذه الجملة عشان يبين أثر سقراط عليه، يقول وكان دائما يرددها: أشكر الله الذي خلقني يونانيا لا بربريا، حرا لا عبدا، رجلا لا امرأة، ولكن فوق الجميع أنني ولدت في عصر سقراط. الظاهر واضح هني أن الأخ أفلاطون ما جرب عصر الآيفون والسوشيال ميديا، ما أدري إيش رأيكم، يمكن كان غير رأيه وسحب على سقراط. لما تجرع سقراط السم اللي هي إعدامه، كان عمر أفلاطون 28 سنة، وخاف على روحه وقال انحش لا يحوشك، هذا مكان ما يقدر الفلاسفة وأرواحهم بخطر، وحاشة نوع من الاكتئاب. وانصحوه بأنه هو يترك أثينا فترة، وفعلا هذه الفترة ما نعرف على وجه التحديد شنو صار فيها بالضبط لغاية ما صار عمره 40 ورجع أثينا. يقال بأنه هو راح مصر وتعلم منها، ويقال أنه هو اتجه إلى صقلية وإيطاليا وفلسطين وعاش مع الهندوس. جميع الأحوال فبعمر 40 رجع لنا رجل ناضج مكتمل الرجولة، عنده اكتسب أفكار ومشاهدات، وعنده يعني مستعد الحين أنه يطلع لنا الإرثة أو مكتسباته بهذه السنين كلها. يقول ولدورانت: لم تلبس الفلسفة على ما نعتقد إطلاقا مثل هذا الثوب الجميل اللامع الذي بدأ في أسلوب أفلاطون، سواء قبله أو بعده. مني قاعد تحكون عن شنو؟ عن أسلوب أفلاطون. كان معروف عنه أن أسلوبه شعري ونثري وجميل، وكان يعني 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 اللي يقرأ يعني على كلام اللي قرأوا الكتاب بلغته الأصلية يقولون أنه كان يعني تحفة شعرية، تحفة فنية. يعني حتى في كاتب قال أنه لو كان لزيوس لغة، زيوس هذا يعني كبير الآلهة عند اليونان، أنه لو كان له لغة على الأرض ما كان راح يتردد في أنه هو يستخدم، يعني ماكو شك أنه راح تكون اللغة مالته لغة أفلاطون، راح يتكلم نفس أفلاطون. فمعناته كان لغته يعني يشوفونها كأنها الإله لما يتكلم، شلون كانوا يتخيلون الإله كان يتكلم كذي كان أفلاطون يتكلم. بس أفلاطون مو بس كلام حلو ومنظوم، لا، فكر. هذا اللي كان يميز أفلاطون، وهذا اللي كان أفلاطون يحب بنفسه أنه هو يعني أو يحب عموما، أنه ما كان وايد يحب الشعراء، عنده تحفظ عليهم لهذه الأسباب، أنه هم بس يعني يتكلمون يعني ما في فكر، يعني بس أنه يتكلمون بأمور حياتية عادية بدون ما يكون عندهم طرح. الحين يقال أن المحاورات الأفلاطونية ستبقى إحدى الكنوز الثمينة في العالم، وأفضلها كتاب الجمهورية. هذا الكتاب كما يقول تام في حد ذاته، حيث نجد في هذا الكتاب المجاز الأفلاطوني
وعلمه اللاهوتي، مجاز علم لاهوتي، فلسفته الأخلاقية والأدبية والنفسانية، وفنه التعليمي وسياسته ونظريته في الفن. بكتاب الجمهورية نجد المشاكل التي تواجه العالم لغاية اليوم، من الشيوعية إلى الاشتراكية، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل يطرحها بالحقوق، تقييد النسل، علم تحسين النسل، المشاكل اللي أثارها نيتشه موجودة، اللي هي بالأخلاق والحكومات والأرستقراطية، عودتنا إلى الحياة الطبيعية وحرية التعليم، فرويد، علم النفس، كل شيء موجود في هذا الكتاب. وليمة للصفوة والقلة، يقدمه مضيف كريم وسخي اللي هو أفلاطون. أمرسون قال أن أفلاطون هو الفلسفة، والفلسفة أفلاطون. في قالوا ناس أن كل ما صار يعني بالفلسفة بعد أفلاطون هو يا قاعدين يثبتون كلامه أو ينقضونه أو حول نظرياته، أو ماكو شيء أحد طلع بشيء جديد عقب أفلاطون كما يقال. أمرسون أنعم على الجمهورية بنفس كلمات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال عن القرآن أن أحرقوا المكتبات لأن قيمتها موجودة في هذا الكتاب. نفس الشيء أمرسون قال عن كتاب الجمهورية لأفلاطون. هذا طبعا رأيي الشخصي. نتجه الحين حق شرح جمهورية أفلاطون، تحفته الفنية والأدبية والنفسانية مثل ما قلنا، والأخلاقية، وكل المعلقات اللي قبل شوي قلناها عن أفلاطون وكتاب الجمهورية. أول شيء راح يتكلم عن المشكلة الأخلاقية، فراح يطرح سقراط بطريقته الماكرة ماذا يقصد بكلمة العدالة. طبعا راح سقراط راح يدحض الكلام ويدحض التعاريف، وراح واحد من السفسطائيين الحاضرين يعصب ويقول له ما هذه السخافة يا سقراط، وما بالكم جميعا تسقطون أمامه الواحد تلو الآخر بهذه الطريقة الماكرة. يجب عليك أن تجيب على الأسئلة، لأن الكثير من الناس يقدرون على السؤال ولكنهم لا يقوون على الإجابة. فيقول سقراط والله أخ سفسطائي، يعني شكلك أنت عيل، أنت من القليل من الناس اللي يعرفون الإجابة، يعني خلاص عيل جاوب لنا على السؤال. فيقوم الأخ يقول أنني أعلن أن القوة هي الحق، وأن العدالة هي مصلحة الأقوى. ويشرح أكثر شلون أن الحكومات أول شيء تحط القوانين وفق لمصالحها اللي يخدم مصلحتها، وبعدين يبتدؤون عاد اللي بالحكومات يستولون على بالعدالة مالتهم، القوانين اللي هم أصلا حطوها اللي هي تخدمهم، ويستولون على أموال المواطنين ويحيلونهم إلى عبيد. وإحنا بدل ما راح نسمي هذا الإنسان لص ومحتال، لا راح نبارك له وراح نعتبره يعني إنسان سعيد، وما حد راح يجرأ على لومه أو انتقاده. وليش؟ لأن احنا خايفين من خوفه وبطشه، لأنه هو مني كبر. فهذه إذن هي العدالة، العدالة هي مصلحة الأقوى. الحين السؤال، ما هي العدالة؟ هل هي التقوى أم هي القوة؟ من هو الأفضل؟ هل هو الصالح والطيب، أم الأفضل أن تكون قوي وشجاع؟ سقراط هني شلون راح يواجه هذه الأسئلة؟ سقراط اللي قاعد يتحدث أفلاطون بلسانه، شلون راح يواجه هذه الأسئلة وهذا التحدي الناجم عن هذه النظرية في العدالة والأخلاق؟ بالصدق هني أفلاطون عنده دولة مثالية تحت أكمامه، وما سأل هذه الأسئلة إلا لأنه هو عنده إجابات وعنده دولة مثالية هو مسويها. هذه الدولة الأفلاطونية المثالية، أو كما يطلق عليها المدينة الفاضلة، وتعتبر هذه أول نموذج عرفته البشرية حق المدينة الفاضلة، لأن إحنا عقبة راح نشوف في مدن فاضلة غير مدينة أفلاطون، ولكن هذه أول مدينة فاضلة عرفناها، عرفتها البشرية. يبتدي أفلاطون بالكلام يقول أن العدالة كانت ستكون مسألة بسيطة لو كان الناس بسطاء، بس بعدين راح يقول الناس مو بسطاء فما راح يمشي هذا الكلام. يقول تخيلوا معي الناس بهذه الدولة يقعدون الصبح يطبخون أكلهم، يقطفون ثمرهم، يلبسون ملابسهم، يصنعون أحذيتهم،
يروحون يشتركون مع بعض، يأكلون خبز، يطبخون مع العجانين، واحد يعجن واحد يسوي فطاير، ويشاركون بعض ويعيشون باعتدال، وقدوة يكونون حق عيالهم. طبعا مني لاحظوا شلون عودته للطبيعة، انه هو يشوف البساطة والبدائية هي يعني هي اللي افضل شيء حق الانسان. لكن المشكلة ان هذه الاشياء لم تتحقق، وهذه الجنة لم تتحقق ولن تتحقق. ليش؟ لان الانسان بطبعه عنده في شراهة وفي ترف. الناس لا يقتنعون بالحياة البسيطة، وبطبعهم يحبون الاقتناء والطموح والغيرة والمنافسة، ويملون بسرعة، ويتوقون الى اقتناء ما ليس عندهم، ويشتهون ما في يد غيرهم، فينتهي عادة بالحرب، وتصبح كل مدينة في الحقيقة مدينتين راح يتحاربون. واحد تصير في عندنا كل مدينة راح تصير مدينتين، واحدة مالت الفقارة وواحدة مالت القناية. الفقارة بعدين راح يعصبون وراح يثورون، وهكذا. هذا قصد الوضع اللي حالي، لأن احنا مو قادرين نعيش بساطتنا. الإنسان غير مصمم انه يعيش هذه الحياة البسيطة. حتى الديمقراطية نفسها ما راح تخدمهم. ليش؟ لأن الشعب ينقصه الإعداد الكافي في التعليم لاختيار أفضل الحكام وأفضل الخطط. الشعب لا يفهم. هذا شنو يقول؟ أنتم سذج. هذا مو أفلاطون. أنتم سذج وأنا سأستغل ذلك. راح يقول إنه راح يجي واحد يستغلهم، يسمعهم كلام حلو، وناس تواقة للعسل وتحب الكلام الحلو، وراح تختار أكبر مداهن، راح يدعو نفسه حامي الشعب، وراح يستولي على السلطة من بسبة ان شنو؟ ان الناس ما عندهم اعداد كافي، وهذا هو سبب حكم الجماهير وحكم الغوغاء. وكان يعتبر ان الديمقراطية هي حكم، ما هي الا حكم الغوغاء، فكان يرفض هذه النظرية. طبعا هو بعدين عنده حلول. فيقول احنا الحين لما نكون مريض، النادي الطبيب اللي تشوف شهادته زينة، درجته زينة، كفاءته الفنية زينة، ما نروح النادي اوسم طبيب، ولا النادي اكثر الاطباء فصاحة. لا، نادي طبيب اللي يكون عنده خبرة. نفس الشيء الدولة، إذا سوينا كذي لما فيها مرض وإحنا قاعدين النادي أكثر واحد عنده شعارات حلوة وأكثر واحد يسمع الناس كلام حلو، راح تمرض الدولة أكثر. فإحنا نبي وسيلة نضمن فيها أن عديمين الكفاءة والماكرين ما يقدرون يوصلون حق المناصب العامة، ونختار ونعد أفضل الرجال ليحكموا لمصلحة الجميع. وهذه هي المشكلة الفلسفية السياسية اللي راح يحاول يحلها سقراط، أو إحنا مثل ما قلنا هم أكثر مشكلة في عندنا أخلاقية وسياسية ونفسانية، كلهم راح يطرحهم وبعدين راح يقول حلول لهم. الحين المشكلة النفسانية، وهذه بصراحة مشكلة وايد حلوة بصراحة، أن يعني أشكر الأخ سقراط أنه سلط الضوء عليها، أن الدولة تستمد الدولة شكلها من مواطنيها. يعني احنا كما احنا دائما نقول كما تكون يولى عليكم. يعني انت وفاسدين تطلع الدولة فاسدة، انت وترتشون تطلع دولة مرتشين، انت وهمكم يعني انت وكسلانين تطلع دولة كسالة، انت وما لكم خلق تشتغلون بتطلع دولة ما فيها شغل. يعني تبي انت تحل مشكلة الدولة، حل مشكلة الشعب نفسه. لازم نفسه يشتغل على نفسه، الشعب لازم يكون عنده رغبة. وهذه هم ممكن شلون نحل هذه المشكلة، يعني لازم نعرفها عشان نحلها. الحين طبعا مثل ما قلنا هو عنده دولة مثالية وعنده حلول. الحين أفلاطون راح يقسم الناس إلى 3 أقسام. عنده أن الناس فيهم هذه الـ3 أشياء بنسب مختلفة، اللي هي الرغبة والعاطفة والمعرفة. كلنا عندنا إياهم، ولكن النسب مختلفة عندنا. اللي عنده الرغبة أكثر، وهذه اللي هي مكانها الجنس، راح يكون هذا الإنسان دائما في نزاع مادي، ويبي ترف ويبي كسب ويبي أموال. نعرفهم طبعا شنو يقصد فيهم. الثاني، الدرجة الثانية اللي هي العاطفة، وهذه مكانها القلب، وهذول يمتازون بالشجاعة، ودائما يبحثون عن السلطة، ونلاقيهم دائما بالجيوش وبالحروب، يبحثون عن النصر، يبحثون عن الفوز. ما تهمهم عادة الأموال كثر ما يهمهم ان يعني اللي هي achievement، ان يعني شنو نقول، يعني يهمهم ان يحسون ان هم انجزوا شيء.
الثالث فئة اللي هي تكون المعرفة، المعرفة مكانها العقل، ويكونون يمتازون هذه الفئة، هي اللي هي فئة التفكر والعلم والحكمة. الحين احنا مثل ما اتفقنا ان هي النسب فينا كلنا بس مختلفة، فاللي الرغبة عنده أكثر هذا ما نعتمد عليه، وهذا اللي راح بعدين هو يسميهم النحاس والحديد، هذا نخليهم التجار، نخليهم اللي يمشون أمور الدولة، الحرفيين، المزارعين، اللي يكونون العاطفة هي اللي غالبة عليهم، اللي هم القلب اللي قلنا عنهم الشجاعة، هذول نعطيهم الجيوش والمعارك والحروب لأنهم أفضل من راح يحمي الدولة. والفئة الثالثة اللي راح يغلب عليهم المعرفة واللي هم يغلبون العقل، هذول هم اللي ينفعون شنو؟ ان يكونون ملوك. فهو يقول ان الحل بالملك الفيلسوف، سوف لا تنجو المدن والجنس البشري من الشرور والفساد والمرض الا اذا اصبح الفلاسفة ملوكا او الملوك فلاسفة. الحين نبتدي نتطرق حق الحل اللي عرض علينا أفلاطون. قال أفلاطون إن إحنا ناخذ الأطفال من سن 10 سنين، أول 10 سنين ندرسهم رياضة وموسيقى. رياضة يقصد لأن الجسم السليم في العقل السليم، ملخص كلامه. موسيقى يعني يقصد إنه يكون التناغم، وتندرج تحت الموسيقى مثل الثقافة وهذا الكلام. جمل حلوة يعني حبيتها، أن الموسيقى تحلي الخلق وتشترك في تقرير القضايا الاجتماعية والسياسية. يقولون بأنه عندما تتغير أساليب الموسيقى تتغير معها قوانين الدولة الأساسية. شوف شلون يشوف أهمية الموسيقى. عندنا دانييل أوكنيل اللي هو المحامي والسياسي الأيرلندي قال: دعني أكتب أغاني الشعب ولا أبالي بمن يضع قوانينه. يعني كأن اللعبة السياسية بالأساس تعتمد كثير جدا على الموسيقى وثقافة الشعب الموسيقية. ومثل ما قلنا هو مني أوكي فعلا يقصد الموسيقى، ولكن يقصد معاها الثقافة والأدب بصفة عامة. الحين هو طبعا يقول ان ميزان الموسيقى يضفي نعمة ولطفا وصحة الى الروح والجسم، ولكن مرة ثانية فان الافراط في الموسيقى خطير كالافراط في الرياضة. فكما ان مجرد الاقتصار على الرياضة يحيل الانسان الى التوحش، فالاقتصار على الموسيقى يضعف الانسان ويلينه ويصير ما منه منفعة. عشان كذي لابد من دمج الرياضة والموسيقى معا، وهذه اول 10 سنين، بعدين يسوي لهم اختبار، واللي راح ينجح بهذا الاختبار راح يكون هذا عمرهم مني 20 سنة، اللي ينجح راح يكمل، واللي ما راح ينجح بالامتحان راح نصير هم طبقة اللي قلنا عنهم الحديد والنحاس، اللي هم تجار ومزارعين ويقومون بالأعمال الحرفية. أفلاطون يعتقد أن الشعب لا يمكن أن يكون قوياً ما لم يؤمن بوجود إله، وهذا الإله لازم يكون حي يستطيع أن يحرك الخوف في القلوب. ويا حبذا بعد إذا أضيف على الإيمان بالله أن لو يؤمنون بعد بوجود حياة أبدية في الآخرة فيصيرون يخافون، فيعملون بحياتهم زين لأنهم خايفين من الآخرة. فلازم عنده أن الشعب لازم يؤمن بهذا الشيء عشان ينصلح حاله. الحين راح يتلقون مرة ثانية تدريبات مرة أخرى، وبعدين يواجهون امتحان آخر أصعب من الامتحان الأول، واللي راح يفشلون بالامتحان الثاني هم اللي راح يصيرون مساعدين تنفيذيين، ضباط عسكريين في الدولة. وعشان نضمن ان هم هذول ما بعدين يعصبون، لان هم اللي عندهم القوه الجيش، فعشان نضمن ان ما ينقلبون بعدين على وهذه على فكره طبقه الفضه، راح نقول لهم ان ترى الناس مو نفس الشيء، ترى الله خلق وفرق، في ذهب في فضه وفي نحاس وحديد، وكل واحد له دوره بالمجتمع، ونحاول ان احنا نقنعهم ان يقبلون بمصيرهم. الحين بسن 30 راح يصير الامتحان الثالث، اللي راح ينجح بهذا الامتحان راح يقعد 5 سنين لأول مرة يدرس فلسفة.
سوري مني هم عمرهم 30 بعد الامتحان الثاني. راح يدرسون فلسفة. أهم شيء ركز عليه أفلاطون بالفلسفة كانت أنهم لازم يفهمون المثل. نظرية المثل موجودة بكتاب الجمهورية، مثل ما قلنا إن إحنا حين قاعد نناقش كتاب الجمهورية، من أهم النظريات اللي أشغلت العالم ومن أهم نظريات أفلاطون. نظرية المثل الفكرة منها إن أفلاطون يقول إن إحنا أصلاً كل شيء موجود بعقلنا، مثل ما اتفقنا سقراط يؤمن بهذا الكلام بعد، كل شيء موجود بعقلنا، وإن إحنا بالصدق عندنا في الشيء المثالي حق كل شيء، يعني في القطوة المثالية، في الشجرة المثالية، صور الأشياء، سوري هذه المثالية موجودة وإحنا شفناها قبل لا ننولد ونطلع على الأرض، وظلت الصورة موجودة. يقول أفلاطون إن إحنا اللي قاعدين نشوفه قاعدين نشوف الصور فقط. فعشان كذي مثلاً مثل ما قلنا بمثال البرتقالة مالت الحلقة اللي طافت، إن إحنا لما نشوف البرتقالة عقب ما نلمسها وش راح نعرف إن هذه البرتقالة اللي أصلاً موجودة بمخي، مو لأن أنا الحين الفرق بين غير شنو يقولون إن لا، أنا لما أمسك البرتقالة أشوفها لونها برتقالي، أمسكها مدورة، أشم ريحتها برتقال، أحط بمخي لأول مرة أوكي الحين أي شيء راح يصير نفس هذه المواصفات راح أسميه برتقالة. هو يقول لا، نحن عقب ما مسكناها وخلصنا راح نقول هذه البرتقالة اللي أصلا موجودة بمخي. هذه فكرة نظرية المثل، إن إحنا أصلا عندنا المثالي واللي قاعدين نشوفه جزئي حق الأشياء. طبعا هذه النظرية يعني إذا تبون تقرون فيها يعني حتى تدش فيها روحانيات وتدش فيها أمور وايد جدا يعني كبيرة، ما راح نشرحها بهذه المحاضرة. يعني إن إذا المثالي موجود فإحنا قاعد نشوف الصور، إحنا قاعد نشوف الجزئي، فالكلي أحلى من الجزئي، بس إحنا قاعد نشوف الجزئي. إنزين شلون أشوف الكلي؟ في أحد يقدر يشوف الكلي؟ في طريقة أشوف فيها الكلي؟ طبعا على كلام أفلاطون سوى هني عندنا نظرية الكهف. نظرية الكهف تقول تخيلوا معاي ان احنا قاعدين بكهف ومربطة ايدنا ونطالع يعني فتحة الكهف ورا واضاءة الشمس، وبس قاعدين نشوف شنو ظلال الاشياء. هذه هي الاشياء الجزئية اللي هي الصور، بينما الاشياء الكلية والكاملة موجودة ورانا بس احنا ما نقدر نشوفها لان احنا مربطين. بعدين الفيلسوف اللي راح يقدر يطلع ويفلت منها وراح يطلع راح يشوف الكلي، طبعا هذا راح يستمتع اكثر منه، وهذا راح يعني يكون فهم سر الكون تقريبا. زين راح يرجع يحاول يقول لنا بس احنا ما راح نفهم لان مخنا متعود بس يشوف ظلال الاشياء، ما يقدر يستوعب ان في صورة كلية للاشياء لان تعودنا ان احنا نشوف الاشياء من ظلالها فقط. هذه النظرية اللي ركز عليها أفلاطون إن إحنا لازم 5 سنين نقعد ندرسهم، عقب ال5 سنين الحين هذول راح يكونون جاهزين متصفين بالكمال مستعدين للقيام بأعظم الأعمال. هل هم الحين جاهزين؟ هذا هو السؤال. الإجابة لا أبداً. هني عمرهم 35، لازم 15 سنة يختبرون الحياة ويروحون يعيشون مع الناس ويعيشون حياة عملية ويرجعون عمرهم 50 سنة. الحين حل السياسي اللي عنده راح يكون، هو قاعد يقول ان الديمقراطية انتم فاهمينها غلط. الديمقراطية مو يعني مثل ما بأثينا ينادون اول 500 يخلونهم يحكمون بالقضايا بعدين ينادون ثاني 500 ابجدي. يقول هو مو سالفة ان يعني مثلا محمد وخالد وعبد الله يتناوبون على وليلى وهدى وسلمى يتناوبون على المنصب، لا هذه مو ديمقراطية. الديمقراطية ان يكون عندنا كلنا فرص متساوية عشان نعد نفسنا للمهمات الحكومية المعقدة، عندنا كلنا فرص متساوية اصلا عشان نعد نفسنا، بعدين عقب ما نعد نفسنا الافضل هو اللي راح يحكم البلاد. هذا هو تعريفه للديمقراطية، ولم يكن معجب بديمقراطية اثينا التي ادت الى اعدام معلمه والإنسان اللي هو يحبه كثيرا سقراط، لأن شنو شفنا من الديمقراطية من وجهة نظره؟ ما شفنا شيء زين. لازم الحاكم
ابن الحاكم وابن ماسح الأحذية وابن غاسل الصحون كلهم يصير عندهم نفس الفرصة بالدراسة، وكلهم ينحطون بنفس الامتحان، وبعدين عشان نقدر نطلع منهم منو فعلا عنده المقدرة انه يصير حاكم، لازم نساوي الفرص بينهم كلهم. راح يقنعون الطبقة اللي هي اتفقنا اللي راح ينجحون بآخر شيء، راح يقنعونهم ان انتوا ذهب، والذهب ما يلبس ذهب وما يحب الذهب وما يقتني الذهب، انتوا الذهب داخلكم وما يصير ذهب وذهب، لا. فيكرهونهم بالذهب ويكرهونهم بالأملاك ويفهمونهم ان انتم موجودين على الحياة لقضية اسمى من الذهب وتجميع الأموال، وزوجة تنق عليك كل يوم وعيالي يأذونك وتنشغل فيهم وممكن تصير عاطفي زيادة عن اللزوم، فما يسمحون لهم زواجهم يكون مشاع، أطفالهم يكونون مشاعين، يبون لهم نساء هم اللي نجحوا بالامتحانات، عشان هو كان عاجبته فكرة هذه اللي هي ان احنا بالحيوانات مو نزوج احسن الحيوانات، فنفس الشيء نجيب حق احسن النساء ونجيب احسن الرجال اللي نجحوا بالامتحان اللي هم الذهب يتزوج الذهب. طبعا كان يقول لنا مو معناته انهم راح يطلعون ذهب، هو بعدين راح يقول نفس الشيء، ممكن يطلعون فضة، ممكن فضة وفضة وفضة ونحاس يطلعون ذهب. يقول ان لازم يعني يكون زواجهم مشاع وأبنائهم مشاعين للكل. أفلاطون لا يمنع النساء من الوصول لأعلى المراتب، وهو من جمهوريته من البداية لما يأخذهم من 10 سنين ما يفرق بين الجنسين، وأن هذا أن احنا بس نبي الأفضل هو اللي يوصل. لما سألوه قالوا له إن شلون يعني إن المرأة ما تنفع حق مهام الحكم، وإن شلون الرجل ينصرف لأعمال البيت، فرد عليهم جواب حاد، قال لهم إن المقدرة والأهلية والكفاءة هي المقياس وليس الجنس، فإذا أثبتت المرأة مقدرتها على الإدارة السياسية دعها تحكم، وإذا أثبت الرجل نفسه قادرا على غسل الصحون خليه يقوم بالعمل اللي أعدته العناية الإلهية له. تكلمنا هني عن شلون يتزوجون. طبعا هو يخاف من الدول الثانية اللي مو منظمة نفسها نفسنا ان هي تأذينا، فأحسن شيء يكون عندنا جيش قوي ومستعد، وهذا الجيش هم لازم نكون مفهمين ان هو موجود لخدمة الشعب، وان all for one one for all. انزين الحين الحل الأخلاقي، الحل الأخلاقي هو بالعدالة والجمال والحقيقة. شنو تعريف أفلاطون للعدالة؟ يقول أن العدالة هو أن يملك الشخص ويفعل ما هو ملكه. يعني هذا التعريف يمكن خيب الآمال، ولكن لو نشرحه أفضل، هو يقول كل إنسان يجب أن يتلقى ما يساوي إنتاجه، وأن يؤدي العمل الذي يتناسب مع طبيعته ومقدرته. هذه هي العدالة ببساطة. كل فرد محطوط بمكانه، يقوم بإنجاز الأعمال المناسبة لقدراته، كأننا فرقة موسيقية متكاملة نعمل بانسجام. فمثلا ما يصير أحط رجل أعمال أخلي ذو قيمة هو اللي يمسك يصير رجل دولة، ما يصير. نفس الشيء ما يصير الجندي يغتصب مكان الفيلسوف، هذا يفسد التنسيق بين الأجزاء وبين التفاصيل، راح يفسد المجتمع وينحل بهذه الطريقة. إن جميع الشرور ناجمة عن عدم الانسجام بين الإنسان والطبيعة، أو بين الإنسان والناس، أو بين الإنسان ونفسه. فالسر بالانسجام. العدالة ليست مجرد قوة، ولكنها انسجام القوة والرغبات. والعدالة ليست حقل الأقوى، ولكنها الانسجام الفعال للكل. إذا انسجمنا كلنا مني راح نحقق العدالة. آخر شيء بالكتاب عندنا راح ويل ديورانت يقول نقده حق الكتاب. طبعا النقد سواء إيجابي أو سلبي، إن شلون تأثير أفلاطون كان على الكنيسة، فكرة جهنم والجنة والأعراف كلها استخدموها من رأي أفلاطون، موضوع إن إحنا لازم نخرع الناس ونحثهم على إن في حياة أخرى بعد الموت، فعشان يصيرون أحسن ويسنعون عمرهم.
وعندنا بعد نظرية المثل وايد صارت عليها قصص، عندنا البرنامج التعليمي صار فيه رياضيات أو حساب وهندسة وفلك وموسيقى، هذه على نمط منهاج أفلاطون التعليمي. عندنا أرسطو انتقد نظرية، انتقد فكرة أفلاطون اللي هي أن الاشتراكية في الأراضي والأملاك، وقال أن هذا راح يضعف الشعور بالمسؤولية لما الجميع يشتركون في ملكية الأشياء، راح يخفف اهتمامهم وراح يكون ما في مكان للفرد أو للحرية البيتية وللعزلة وللوحدة إذا كل شيء مشترك. وكان يقول إن مثالية أفلاطون كانت زيادة عن اللزوم، واللي قاعد يطلبه مو واقعي وفوق طاقة الإنسان. فهذه كانت قلنا وجهة نظر أرسطو من الموضوع. الحين عندنا إحنا أفلاطون قلل من أهمية غيرة الرجال ورغبتهم في امتلاك المرأة، وكان يعني مقتنع إن هم يبوا له أي واحدة وبعدين ياخذونها منه وياخذون عياله وياخذون حتى عيالها هم يربونها بطريقة مشاعة. فقال هذا يعني تقليل من غريزة المرأة، وإن ونسى أهمية نظام الأسرة، شلون هذا نظام الأسرة مهم حق الدولة، مهم حق الفرد، ومن ناحية تربوية. دفاعا عن هذا الكلام أو عن شيوعية أفلاطون، أفلاطون ما قال أنا بكل الشعب يمشي على هذه الطريقة، أفلاطون استثنى وقال فقط طبقة الذهب وطبقة الحكماء وطبقة الفلاسفة هم اللي راح يقدرون يضحون بهذه الأشياء وبالأمور المادية، هم اللي راح يكونوا مستعدين وما عندهم مانع، لأن هم مو نفس الشعب وتفكيرهم أرقى من الشعب وراح يستوعبون، وعندهم المصلحة العامة أهم من مصلحتهم الخاصة. ناقشوا موضوع ان الفلاسفه هني ما عندهم سلطه اقتصاديه ولا عندهم سلطه عسكريه، واذا ما عندهم سلطه اقتصاديه فراح يضعفون، لان احنا عندنا ماركس قال ان من يملك السلطه الاقتصاديه يملك السياسه، فاذا ستسقط دوله افلاطون بسهوله لان الفلاسفه لا يملكون قوه اقتصاديه. هذه من الاعتراضات الجوهريه على 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 جمهوريه افلاطون. الحين مني أفلاطون بعد ما تكلمنا عن النقد لازم أن نعرب عن ولائنا وتبجيلنا إلى القوة والعمق في تفكير أفلاطون، إن فعلا إن ما يحتاجه العالم، هذا طبعا كلام لدورانت، هو حكم أفضل الرجال وأحكامهم. واللي ممكن نستفيده من جمهورية أفلاطون بأن إحنا ممكن نقول ان فعلا المتخصصين هم اللي يقدرون يوصلون الحكم او يتولون المناصب السياسيه المهمه، ان والله نخليهم يدشون كليه علوم سياسيه مثلا، سوي علوم سياسيه علوم اداريه ونسمح بس حق هذول، وطبعا درجه تعليم معينه اللي نسمح لهم ان هم يرشحون نفسهم، وما نسمح لعامه الشعب، او عشان نضمن ان مثل ما قلنا اللي لسانهم حلو واللي بالصدق عندهم أهداف ثانية من الفوز، وعشان نضمن أنهم أنه يصير في مساواة بالتعليم وأن ما ينظلمون الناس، يكون ممكن في واحد وايد زين بس ما قدر، أن يصير في مساواة بالتعليم. فاللي بالبداية يبين أنه والله مستواه مبين أنه هو زين بس ما عنده فلوس عشان يكمل دراسة أو أهله ما يقدرون، لازم الدولة ترعاهم اللي يكونون، وهذا تقريبا اللي الحين قاعد يصير في معظم دول العالم المتطورة. أفلاطون كان يدري أن هذه صورة مثالية، وكان يقول مو غلط أن إحنا إن إحنا نتصور عالم أفضل عشان نسعى له. أوكي، مو معناته أن يعني لازم نسوي كله، إذا أنا أدري أنه هو مثالي ومفرط بالمثالية، بس أنا من حقي أن أنا أحلم بدولة مثالية ونحقق كثر ما نقدر عليه منها. بالنهاية حبيت أن أذكر لكم أكاديمية أفلاطون. الحين أي بحث مثلا واحد قدمه شنو نقول له؟ نقول له والله هذا البحث لا يرتقي للشروط الأكاديمية، وهذا البحث ليس أكاديمي. ماذا نقصد بكلمة أكاديمي؟ مثل ما قلنا أفلاطون لما رجع عمره 40 سوى أكاديمية أفلاطون، في أكثر من فجاءت كلمة أكاديمية من أكاديمية أفلاطون. الحين كلمة أكاديمية أفلاطون من وين جاءت؟ في لها أكثر من رواية، راح نقول واحدة منهم أنه كان مدفون بطل كان رياضي واندفن بحديقة اسمها أكاديموس
أو هو اسمه أكاديموس في الحديقة على اسمه. وهذا البطل لا هو يفهم بالعلم وبالعلوم ولا بالبحوث الأكاديمية ولا لا علاقة، ما ندري حتى إذا كان يعرف يفتش الخط. فالحين صار كل شيء يعني ينقال عنه أكاديمي قاعد ينسب إلى هذا الإنسان اللي هو بالصج بس بطل بالرياضة. شلون توفى أفلاطون؟ كان معزوم حق عرس واحد من أو عقد قران أحد تلاميذه، وتوفى وهو على الكرسي كان ماخذ إغفاءه. ولما قعدوا الصبح ما كان خلاص، كانت غفوة أبدية، وسارت كل أثينا وراءه إلى مثواه الأخير. الله يرحمه برحمته ويرحمنا كلنا إن شاء الله. وكذي نكون خلصنا أفلاطون. ثقيل كان شوي، والجمهورية كتاب ثقيل بس كتاب حلو وكتاب محترم وكتاب دوخ العالم. إن شاء الله حلقتنا الجاية راح تكون أرسطو.